أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. خلال أيام قليلة تبدلت موازين القوى الأمنية في محافظة صلاح الدين لتصبح قوات الجيش النظامية مدعومة بفصائل الحشد الشعبي هي صاحبة السطوة والحسم. محافظة صلاح الدين الأيوبي التي ظلت مدة بيد مقاتلي داعش بدأ اليوم العد العكسي لعودتها بكل مدنها إلى حضن الوطن. ولو تأملنا قليلا لوجدنا أن أحد أهم أسباب هذا التقدم هو التعاون بين القوات الأمنية والحشد الشعبي وبين أبناء المحافظة وشيوخها. ومع ذلك فالقلق لا يزال يحيط وضع وحال المدنيين هناك من أهالي المحافظة الذين لا حول لهم ولا قوة حتى تأتي ساعة الحسم التي تتضح فيها ملامح المشهد الأخير في محافظة صلاح الدين بمدينتهم كافة. كيف يبدو المشهد في محافظة صلاح الدين وما هي النتائج التي تحققت حتى الآن؟ وكيف ستبدو الأوضاع في المحافظة خلال الأيام المقبلة؟ دعونا نشاهد هذا التقرير الذي عده لنا الزميل حسن فالح. ها هي صلاح الدين تفتح ذراعيها من جديد للقوات الأمنية العراقية. تقدم أمني دراماتيكي يختلف عن العمليات الأمنية السابقة للقوات المسلحة المسنودة بالعشائر ومتطوعي الحشد الشعبي ضد تنظيم داعش الإرهابي. هكذا يبدو المشهد الأخير في هذه المحافظة. تلاحم القوى السياسية مع أبناء الشعب العراقي هو من أعطى أكلا حقيقية، ولا سيما التوافق السياسي يؤثر كثيرا على حضور الملف الأمني الذي أمكن أن يكون هناك استحضار وإعداد كبير مع وحدة سيطرة وقيادة منتظمة، إضافة إلى جهود حثيثة كانت من قبل أبناء العشائر والحشد الشعبي التي لبى كل طرف منادات الطرف الآخر. يعني دعنا أستذكر هناك كانت منادات كبيرة من قبل أبناء صلاح الدين للحشد الشعبي، وكذلك لبى أبناء الحشد الشعبي نداءات الأنبار وصلاح الدين واستعدادهم أيضا لخوض معركة الموصل. أما على الصعيد الإنساني فقد حذر ناشط في مجال حقوق الإنسان من الأخطاء الشائعة في المعارك لما قد تصيب المواطنين العزل الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يسكنون هذه المحافظة. أرض المعركة ليس متواجد فيها العدو فقط، وإنما هنالك مواطنين عراقيين يحبون العراق ويساندون القوات المسلحة. هذا جانب مهم جدا، يجب أن يكون هنالك فرز في هالناحية هذا من قبل القوات المسلحة والحشد الشعبي. احنا نقول يا عراقيين، يا جيش، يا قوات مسلحة، يا أمن، عليكم بالتشخيص الدقيق، عليكم بالتشخيص الدقيق، لأن التشخيص الدقيق هو يفرز ما بين العدو والصديق. وأخيرا سيتم تحرير الأرض من تنظيم داعش المتطرف، هكذا تقول المصادر الأمنية، وسط آمال أن تلتزم الحكومة بإعادة إعمار المحافظات المتضررة جراء العمليات الأمنية وضمان عودة العوائل النازحة إلى ديارها. لبرنامج المشهد الأخير حسن فالح. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نرحب بضيوفي كل من النائب مشعان الجبوري عن محافظة صلاح الدين، وأيضا الخبير العسكري الدكتور وهاب الطائي. أهلا وسهلا بكم. وأبدأ بسؤالي للنائب مشعان الجبوري، أريد نعرف شنو اللي يحدث هذا اليوم بصلاح الدين؟ يعني ما شاء الله تقدم قواتنا العسكرية وأيضا قوات الحشد الشعبي، أريد نتحدث بتفاصيل أكثر عن قتال داعش، وأنت كنت موجود في أثناء المعركة، حدثنا عن ماذا يجري هناك. تجري معركة شرسة، القوات الأمنية والحشد الشعبي لها السطوة، عملية تحرير المحافظة مركزها مدينة تكريت والجانب الآخر من النهر اللي هي البوعجيل والعمل والعلم. مسألة ساعات أنا شفت المنطقة وجلست في غرفة الكنترول اللي الحشد عندهم يعني يسيروا طائرات مسيرة يشوفوا كل ما يجري في المدينة. أول مرة أشعر أن التفوق واضح وإن المعلومة متوفرة بشكل دقيق،
وإن المنطق يقول أن الخسائر بين المدنيين ستكون قليلة جدا إن لم تكن معدومة، لأن مدينة تكرير الآن خالية منهم. وشوفونا أفلام الفيديو الطائرات وهي تمسح، لا يوجد هناك أي سكان ولا أي مدنيين، هناك دواعش نعم ينتقلون يعني احيانا سيرا يعني على اقدام. اريد اعرف من كلامه، قالت لا يوجد هناك سكان لكن فقط يوجد دواعش. نعم. اين ذهبوا سكان هذه المدينه؟ راحوا نازحين اما باتجاه الحويجه اما باتجاه اقليم كردستان او باتجاه سامراء. انا شفنا المدينه تتحرك فوقها الطائره او الكاميرات. نعم. لم نرى سكان. نعم. الان احكم الطوق الرابع، كان هناك طوق من ثلاث جهات على تكريت، أحكم الطوق الرابع تقريبا القوات وصلت إلى فلكة البوعجيل أو لا. أو تصل خلال ساعات. لا. هذا يعني أنه تقطع عنهم جميع الإمدادات وأيضا وسائل الهروب. لكن سيادة النائب خليني أتحدث عن موضوع مهم جدا، أريد أعرف هل أبناء عشائر محافظة صلاح الدين الكل مشتركين في القتال ضد داعش؟ هذا اليوم توحدت جهود هذه المحافظة للقتال العدو الأكبر للعراقيين داعش. هناك أعداد كبيرة من أبناء منطقة العلم. نعم. وأبناء قضاء بيجي وأبناء الشرقاط وقليل من تكريت. نعم. منضوين تحت راية الحشد الشعبي. نعم. أو مع الشرطة. نعم. ويقاتلون، ولكن الكلمة العليا والسلاح المتطور. نعم. والقدرات العسكرية الهائلة والاستعداد للاستشهاد واقتحام النار هم لإخواننا القادمين من المحافظات الجنوبية. هم بصراحة يعني حتى لا نبخس الناس حقوقهم. خليني أنتقل إلى الخبير العسكري الدكتور. دكتور، أريد أعرف السقف الزمني المتوقع لحسم هذه المعركة في صلاح الدين، أريد نعرف الوقت يعني إيش قد راح يطول. نعم، حساب الوقت في العمليات العسكرية يعتمد على تقارير ثلاثة مهمة. الأول هو التقرير الإداري من الهيئة الإدارية، الثاني الهيئة الاستخبارات، الثالث ما تحسبه هيئة العمليات. نعم. والميدان كما تعلمين مليء بالمفاجآت، هناك مفاجآت إيجابية تنشط أحد المحاور تؤخر أحد المحاور، وهناك مفاجآت لا سامح الله سلبية قد تعرقل التقدم في المحاور. ولهذا نرى مثلا والأخ كان محاضر في صلاح الدين أن المحور الشمالي الشرقي كان متقدم أكثر بكثير من المحور الغربي. نعم. الذي هو على الخط الرئيسي، والمحور الجنوبي هو الذي صعد من مستشفى تكريت وصولا، والمحور الشرقي الشمالي والشمالي الذي كان من الجهة الأخرى من النهر. لهذا حساب الزمن للعمليات، وكما تعلمون في العمليات العسكرية الكبيرة الاستراتيجية مثل هذه العملية التي اليوم نقاتل على مساحة تقدر ب 1250 كيلومتر. نعم. بالصفحة الأولى حرر منها 600 كيلومتر، هذا أمر مهم جدا. الحساب يكون بمعطيات مهمة بين السرعة والزمن وما يفرزه الميدان. نعم. هنا غطاء ناري كثيف جدا مهم متحقق اليوم لقطاعاتنا ولقواتنا. نعم. هناك معلومات استخبارية دقيقة، هناك تناغم عالي جدا بين المحاور وحتى بتوزيع الأدوار. ولأول مرة استطيع أن أقول أن القيادة العسكرية العراقية مع الحشد الشعبي ومع أبناء العشائر والشرطة تعمل بمنظومة توحيد الهدف. نعم. وإلى أين نريد أن نصل. العملية أخذت شكل ما يسمى بعملية السهم المنحني. نعم. هم طوقوا الآن تكريت واستكملوا الإحكام والسيطرة على تكريت. أعتقد إلى الفجر ستصبح البوعجيل محررة. نعم. بالكامل، وكذلك. نعم. العلم يوم غد سيعلن تحريرها إن شاء الله، يعني يوم غد نشهد تحرير العلم والبوعجيل. نعم. بالكامل. والوقت اللي راح تتحرر بصلاح الدين استكمال بالكامل. استكمال تحرير المناطق الشمالية من صلاح الدين هو ضمن وقت عمليات الصفحة الثالثة. لو نعمل معادلة فنحن اليوم من 1/3 إلى. نعم. اليوم كانت الصفحة. نعم. الأولى والثانية. نعم. نحتاج نصف. نعم. المدة حتى نكمل. نعم. إن شاء الله. لكن خليني أنتقل إلى كريم نوري من منطقة العلم اللي نتحدث عنها، المتحدث باسم الحشد الشعبي. أهلا وسهلا بك أستاذ في برنامج المشهد الأخير، وحياكم الله والله يقويكم ويساعدكم وكل العراقيين هذا اليوم وياكم، ونحن ما عدنا غير بس الدعاء الله ينصركم وينصر العراق على أعدائنا داعش. ست حيفاء، شكرا لك والمشاهدين قناة الرشيد الفضائية، وأشكركم على هذا البرنامج الذي يدعم الحج الشعبي وينصر أبناء العراق في مواجهة الدواعش الإرهابيين. نعم. نعم.
أريد تتحدث لي هذا اليوم الميدانية. أنت في منطقة العلم، أتحدث لي على آخر التطورات اللي موجودة في هذه المنطقة. اليوم بدأنا بعملية نوعية من ست اتجاهات من تل صعبة، ووصلنا إلى تقاطع إجلام الضعاجيل وتكريت والعلم. العلم أصبحت ضمن يعني أهدافنا، ضمن أنظارنا. أعتقد نحتاج إلى وقت قليل حتى الصباح الباكر، وربما حتى الظهر نعلن لكم تحرير العلم. الحقيقة ستيفاء اليوم فرار غير مسبوق لعصابات داعش، فروا كل جرذان. لكن أريد أعرف باتجاه تكريت لو خارج تكريت. نعم نحن الآن حقيقة اليوم نتج إن شاء الله الساعات القادمة، كما تعلمين الليل لا يمكن به الهجوم بحسب يعني ربما وجود بعض العبوات وبعض القناصين المختبئين، ولكن نحن إن شاء الله يوم غد ستكون إن شاء الله لنا فولة حتى نقتحم مناطق إن شاء الله العلم وتكريت بأربعة اتجاهات أو خمسة، لكننا سنفاجئ الدواعش ولن نجعله يفرون. يعني أفهم من كلامك أنه عمليات تكريت تبدأ يوم غد؟ بالتأكيد نحن زامننا العمليات في وقت واحد، وهذا سيكون إن شاء الله المحاور حتى ندخل إلى تكريت والعلم من عدة اتجاهات، ونكون إن شاء الله الملتقى سيكون إن شاء الله داخل يعني تكريت نفسها، وسنرفع العلم العراقي إن شاء الله. وأعتقد أن العملية أصبحت محسومة، يعني تحرير التكريت أصبح أمرا محسوما يتوقف على الساعات القادمة القليلة. لكن أستاذ أريد أتحدث بموضوع مهم جدا، يعني أريد نعرف القوات الأمنية أو قوات الحشد الشعبي هي كافية لتحرير هذه المنطقة بالكامل أم تنتظرون تعزيزات يعني أخرى؟ ست هيفاء، لدينا ربما فقط قضية سد ربما الإسناد أو تثبيت الأرض أو هذه المناطق التي تم تحريرها تحتاج إلى قطعات. هذه الحمد لله تم استيفاؤها، ونسجل تقديرنا طبعا لأبطال الحشد الشعبي في مختلف الفصائل وكذلك إلى الشرطة الاتحادية. اليوم أيضا نحن أستاذ كريم نوري، أستاذ كريم نحن موجه لكم الشكر والتقدير، وأيضا للعشائر اللي ساندتكم أبناء هذه المنطقة. لكن أيضا أريد تتحدث لي، أنا عرفت أنه أكثر من أبناء المناطق اللي موجودة اللي حررتوها هي انضمت لأبناء الحشد الشعبي، هل هذا صحيح؟ بالتأكيد. اليوم الحقيقة أنا ما يعني يفرحني ويسر أبناء العراق، اليوم شارك معنا قوات أمية، هذه الشهيدة البطلة، وكلهم من أبناء العلم والوعية حتى يعرفون المناطق. هؤلاء الشباب وبعض الضباط من مناطق العلم حتى أصبحوا لنا حقيقة خير من يكون دليلا لبعض القرى، والحمد لله بعض القرى مررنا عليهم وكانوا بعضهم مرعوبين فأعطيناهم الأمان. وحقيقة قالوا لنا إن الدواعش قالوا سيذبحونكم هؤلاء، ولكن عندما وجدوا أستاذ كريم أكو هناك حديث عن من بعض الأشخاص تحدثوا عن وجود مخاوف من إمكانية إثارة الفتنة الطائفية في هذه المناطق، يعني البعض تحدث وبالتحديد الشيخ علي حاتم في لقاء مع زميلي علي عماد في برنامج نيوز روم في قناة الرشيد، تحدث عن مخاوف وقال إن القوات الإيرانية هذا اليوم هي من تقود هذه المعارك، يعني لو تبقى وياي حتى شوف ما تحدث به الشيخ علي حاتم، وأيضا نأخذ رأي النائب عن هذه المحافظة السيد مشعان الجبوري وأيضا الخبير العسكري، تبقى معنا حتى نشوف هذا المقطع اللي اتحدث به الشيخ علي حاتم مع زميلي علي عماد في برنامج نيوز روم. وكو حش الشعبي، ذول اللي سميهم ميليشيات حش الشعبي، يدافعون عن العراق، يقاتلون تنظيم داعش الإرهابي، فأنت ليش من يعني متنرفز من عندهم أو منزعج من دورهم؟ يعني قاسم سليماني شو يسوي بالعراق؟ الله يحفظك برا، تقدر تجاوبني على هذا السؤال؟ منو قال قاسم سليماني موجود بالعراق؟ يعني مثلا سيد حيدر العبادي طلع وقال قاسم سليماني موجود بالعراق؟
عندك تأكيد انه قاسم سليماني موجود بالعراق؟ يعني هيك صارت عيني عينك يعني؟ لا انا يعني دا اسالك يا شيخ، انت ما اعرف، ما دا افهم السؤال صدق. هذا كلامك لو للمزحه لو للاثاره. عمي صدق تحكي انت، هذه حكومتك بحباشاتها بشعبك كله يقود سليماني. لا تخلونا ندوس بالكلام زايد. العراق ما عنده سياده، ما عنده قرار، جاي يقودون حشاك الهلقلق الايرانيين. مع هذا ارد اسالك سؤال الله يحفظك، تريدون حل المشكله لو انتهت بالاعلام؟ حل المشكله لن يتم الا ان يكون العبادي قوي ويكون صاحب قرار في العراق. اما هذا الرجال راح يظل يدخونه، شوف راح اقول لك، ما يدري يرضي من، يرضي السياسيين السنه، ما يدري يرضي المكون اللي منتمي منه، ما يدري يرضي امريكا، ما يدري ايران. فبالتالي احنا ندفع الثمن. مع هذا ارد اسالك سؤال، دزوا على احد الشيوخ العشائر اللي جابه نفسه صالح المطلق اللي موجود الان ويعتبر نفسه نائب رئيس وزراء من الجمهوريه، والله ما عارف اي، دزهم عليه من عمان وجابوه شيخ الجنابيين، ياخذونه الميليشيات مال عامري وتذبحه وتلقاه على الرصيف، وتقولون تعالوا سووا مؤتمر وصالح ببغداد. ما تقول لي وين حكومتك، وين الاجهزه الامنيه اللي عندكم؟ عمي ما يوجد اجهزه امنيه هناك، توازن قوى. ايران اخفضت شيء اسمه قوات مسلحه في العراق، ونهضت بالحشد الشعبي الطائفي هذا اللي هو الان حرس وطني اللي يسوونه، نفسه حرس الثور الايراني. وبالتالي هذا اعتراضاتنا اخي، العراق ما يمشي بصوره صحيحه، ويطلعون هلقلقيه مع احترامي لك، شو يقولون علينا؟ والله جاي ندافع عن اعراضكم. استاذ مشحان الجبوري، سمعت ما تحدث به الشيخ علي حاتم في برنامج نيوز روم مع زميلي علي عماد في قناة الرشيد، شلون نتحدث عن هذا الموضوع؟ هناك مخاوف عن إثارة أو التحسس من الفتنة الطائفية في هذه المناطق، شلون نتحدث عن هذا الموضوع؟ يعني لو أعرف علي الحاتم يطلع وياي بالبرنامج ما أطلع. أولا هذا رجل أحد رموز الفتنة في العراق. نعم. وداعش جاءتنا عبر دعوات علي الحاتم وسفك الدماء. هذا مجرد تصريح، يعني تصريح بعض. لا هذا مو تصريح، هذا اولا اساءه للدوله واساءه للمؤسسه الامنيه. واني اقول لقاسم سليماني موجود، ولكن نعم. قاسم سليماني اشرف العلم، هم جاؤوا لنا بداعش من الصومال ومن جيبوتي ومن السعوديه ومن اوزبكستان لينحروا اطفالنا ويسيئوا اعراضنا ويسبوا نساء العراق، للعن ابوهم لا بشرفهم. نطلب العون من الشيطان مو من لا. قاسم سليماني. وأنا أقول له جاي من تكريت، الدعم الإيراني اللوجستي والتقني هو الذي جعل المعركة محسومة مسبقا. مقاتلين لا. إيرانيين ماكو اللي يقاتلون ولد الملحة لا. عراقيين قادمين من لا. كل محافظات العراق، لكن موجود السيد القائد قاسم سليماني، هو يقود المعركة. يعني نحن أيضا السيد مشعان الجبوري، نحن نتشرف بأي شخص وطني يقاتل في العراق ويحررنا من داعش. بس بصراحة بس هذا أو خليني أكمل أو خلينا نروح، خلونا نحكي مثل ما تنطون غيرنا كلام مسجل حش السامعين يهربد بكيفه. نعم. هذا شخص يتحمل مسؤولية داعش، هذا صاحب شعارات جئناك يا بغداد، هذا الخطاب الطائفي والاحتقان الطائفي هو اللي وصلنا إلى هذا المكان. أنا دورت على قاسم سليماني في سامراء وقلت لهم، أو في تكريت. نعم. وقلت لهم دخيلكم، بس أريد أروح أقول له شكرا. نعم. للتقنيات والتكنولوجيا التي موفرها لقوات الحشد الشعبي. نعم. لأن وزارة الدفاع مالتش العراقية ما موفرة طلقات. نعم. أنا رحت زرت قطعات عسكر، أنا أتحمل مسؤولية، أتحمل مسؤولية وزير دفاعك ما راح التكريت. وزير الدفاع مال الدولة. نعم. العراقية. نعم. لأسباب تتعلق به هو يعرفها. نعم. لم يذهب ليؤازر المقاتلين في تكريت. نعم. راح لسامراء اليوم بعد أن اشتكى قائد عمليات سامراء 14 مرة، قال صار 3 أشهر ما حكى وياه. نعم. وزير دفاعك ما راح؟ القوات العراقية التي زرتها ينطوها 2000 طلقة بي كي سي، 5000 طلقة. من يطيها؟ هي الدولة، جيش وزارة الدفاع. نعم. يعني ماكو تسليح. ما لولا الدعم الإيراني والإمكانيات. نعم. المهمة التي. نعم. وفرها الحشد الشعبي، لما كان بإمكاننا لا أن نروح لتكريت زوار، وكان ذبحون الدواعش. نعم. لكن اليوم الصباح وزير الدفاع كان بالعلم. أزيستي وزير الدفاع كان بالعلم؟ نعم. يا ستار هذا من هالقالج وزير بعتي أصلا. نعم. من هالقالج وزير الدفاع كان بالعلم؟ أطلع لك الفيديو شوفه؟ يا ريت والله شوفه. وزير الدفاع كان بالعلم؟ شوفيني يا ريت هسه راح أشوفك. راح أخذ تعليق من البارحة ليلا يخالف. أنا البارحة ليلا كنت مع القطعات العسكرية في الأرض. نعم. عتاد مع هالناس. وزير. نعم. الدفاع لم يتصل ويقول لهم ماذا تحتاجون. نعم. القوات التي ذهبت إليها في السواتر الأمامية تعاني من غياب للتسليح الجيد. نعم. لقذائف مدفعية ما ينطوهم. نعم. بس نقول شكرا لمن وفر هذه الإمكانيات. نعم. المعركة
يحسمها الدعم الإيراني. أما الدعم الذي جاءنا من الأشقاء العرب، نعم، فأما همرات بلاستيك، نعم، ما همرات بلاستيك، نعم، جتنا همرات بلاستيك وبإمكانك مال أطفال، شنو همرات بلاستيك؟ مال فايبر جلاس، فايبر جلاس. وأما بعثونا أشكال قميئة مقبلة، وحوش عندهم شبق وعندهم لا يرون من الحياة إلا كيف يسبو هذه ويغتسبوا تلك. خلي أنتقل، خلي أنا ويانا ونرجع نكمل حديثنا حتى يأخذ راحته السيد كريم نوري. بس أرجع للسيد الدكتور وهاب. دكتور وهاب، نحن كعراقيين ما عندنا مشكلة من يقود المعركة، المهم نحن نحقق النصر، القائد قاسم سليماني، أي شخص، المهم نحن نتخلص من داعش، يعني ونسجل تقديرنا وإعجابنا لكل من يقود المعارك ويحررنا من داعش. لكن البعض اللي تخوف أنه تكون هناك عمليات أو تحسس من الطائفية، أو البعض اعتبرها أنه يعني خلينا نحكيها أنه عمل ديموغرافي لهذه المناطق. الطائفية سمعناها كثيرا من علي حاتم سليمان وأمثاله، سبقني السيد النائب، نعم، كان أنا أرد أقول أنه قاسم سليماني نعم موجود بالعراق، نعم، وحاله حال المستشارين العسكريين الآخرين، قيادة العمليات قيادة عراقية بامتياز، نعم، لدينا ضباط أكفاء، الدعم الإيراني كان حاضر. لكن تحدث السيد النائب مش عن الجبور أنه وزير الدفاع لم يحضر. طالبت بأكثر من قناة ولمرات حديدة على وزير، نعم، طالبت وزير الدفاع بالحضور إلى تكريت، وضربت مثل سنة 73 وزير الدفاع المصري كان حاضر في الجبهة وانجرح، وبالمقابل كان موشديان وزير الحرب الإسرائيلي حاضر بالجبهة أيضا، نعم. لماذا قلت لماذا وزير الدفاع العراقي لا يذهب بمرات عديدة، حتى ذهب إلى سامراء قبل يومين، سامراء ورجع، نعم، برحة ورجع أول برحة هذا برحة. نعم برحة. وممكن أعطيكم هذه التسجيلات لأيام كثيرة كنت أطالب، نعم، هيئة الركن، نعم، وكذلك السيد وزير الدفاع، نعم. لهذا أما ما من يتحدثون عن الطائفية اليوم امتزجت دماء العراقيين، نعم، في هذه المدن وقاتلوا وفهموا كيف، نعم، كانوا يكذبون عليهم أن الحشد الشعبي جاء لينتقم ليغير. ماذا يغير؟ هل يغير الصينية أم العلم؟ أنا بس أريد أضيف لحضرتك، نعم، أنا طلعت من بغداد إلى تكريت حتى أكون واضح، نعم، وكانت مصدق من الإعلام أن الحشد الشعبي قد يكون أحرق هذه المناطق على الطريق، نعم، وبعض زملائي خليني أقول نواب قالوا لي أن مكيشيفة قد أحرقت بالكامل، ومكيشيفة مدينة على الطريق، نعم، عدد ما وجدته محروق هي بعض المطاعم على الطريق، والبيوت عامرة، وبيوت العوجة ما تفجرت، نعم، والعوجة الجديدة بعدها عامرة بيوت، نعم، العوجة لكن مصدر الفتنة، نعم، والإجرام لما فجرها أحد، نعم، الحشد الشعبي موجودين، نعم، فأكو تشويه من ثوار الفنادق، نعم، من هؤلاء، نعم، الذين أوصلونا إلى تسببوا في مجيء داعش، نعم، وفي هذه، نعم، زوجة. خليني خلي أستاذ مشعان، خلينا أستاذ كريم نوري أنت ويانا. أستاذ كريم، أستاذ كريم، أستاذ كريم، أستاذ كريم، هذا اليوم نحب نسجل موقف بطولي القوات الحشد الشعبي لكل من قاد العمليات لتحرير صلاح الدين. هذا اليوم نريدكم تصلون الموصل وتحرروها وتصلون الأنبار ونخلص من داعش، ملينا وتعبنا. لكن أريد أعرف وزير الدفاع حضر المعارك لو لا، مثل ما تحدث النائب مشعان الجبوري وأيضا الدكتور. والله استيفاء حتى أكون صادق ومنصف، أنا وجدت اليوم معي مدير شرطة العلم، وجدت معي خاطر وعمر وفاروق، دول شباب الأبطال من منطقة العلم، والله كانوا معني حتى آخر نصف ساعة. بقول الآن مسك الأرض هؤلاء أبناء جبور الأبطال، أقول بصراحة. أما السليمان الآن شبكان ما بين حاتم السليمان وبين الحاج قاسم السليماني، نعم، هذا الرجل حقيقة يريد أن يساهم مع دواعش لذبحنا، يجلس الآن ما أدري في أربيل، لماذا يتحدث في هذه اللغة؟ والله لم أجد أي مقاتل إيراني، بل وجدت ابن الجبور، ابن العلم، وجدت ابن العمارة، ابن البصرة، هؤلاء يقاتل. نحن لا نحتاج حقيقة جانب، لا نحتاج أمريكي بري ولا إيراني، نحن لدينا مقاتل الأبطال. لذلك يبدو أن السليمان قد فقد حقيقة الأمل بوصول الدواعش في بغداد. لكن استاذ كريم، استاذ كريم، اريد اعرف، اريد اعرف ايضا المناطق اللي موجوده يعني، وابناء الحشد الشعبي هذا اليوم مثل ما تكلمت انه هي متعاونه جدا مع الحشد الشعبي في هذه المناطق، يعني هناك ايجابيه بالعمل المشترك بين ابناء العشاي وايضا قوات الحشد الشعبي والقوات العسكريه. والله اليوم لا أفرق بين أبناء الجبور من العلم الذي قاتلوا وبين أبناء العمارة، هم وقفوا حتى عندما وقفت على الساتر
جاءني احدهم من الجبور انزلني قال نخشى عليك من القرص، هؤلاء يحبوننا ونحبهم. الان هؤلاء حقيقه دفنوا الرهانات على الفتنه الطائفيه، هؤلاء الابطال يقاتلون معنا. فانا اقول لسليمان حقيقه هذا الذي يجد ساد في اربيل او في مكان اخر، انت عليك ان تعاقب وتحاسب الدواعش الذين اوعدوك بالوصول الى بغداد. اما نحن حقيقه منعنا وصول داعش. نعم، وايضا هذه دعوه من عندنا انه على كل من يصرح ان يلبس الخاكي وينزل اليوم بساحات المعركه. لكن بس اريد اعرف الشيوخ العشائر، هل يوجد شيوخ عشائر هذا اليوم ويا داعش؟ لو ماكو كلها اليوم توحدت واصبحت ويا القوات الامنيه وقوات الحج الشعبي. بصراحة عندما وجدوا هذه القوة البطلة الآن يبدو أن ما يلصق عليهم الأنصار ممن ورطوهم ممن ارتبط وتورط مع داعش قد فر من داعش. هو ربما يريد من داعش أن يعيش، لا يريد أن يقتل من أجل داعش، ولكن أقول كلمة ربما مثيرة للجدل بالنسبة للحاج قاسم السليماني. والله لو لم يكن حاضرا معنا نحن نسرد معلومة إلى الدواعش بأن الحاج قاسم معنا في المعارك، وإلا ليس من المعقول أن يكون في سمراء وأن يكون في كشفة وأن يكون في العلم في تل صيبة. لذلك نحن نقول لهم نسر بهذه المعلومة، لأنه هذه المعلومة تخلق لدى داعش نوع من الأرباك والفوضى والهزيمة. ولذلك نقول لهم من خلالكم أن شكرا السلماني معنا أينما نكون. نعم، شكرا جزيلا استاذ كريم نوري. لكن بس قبل ما اختم وياه اريد اطمئن على السيد القائد هادي العامري، يعني شنو اخباره؟ يعني وصلتنا معلومات انه صحته شويه يمكن مريض تعبان، شنو اخباره؟ اصابته اثناء المعارك مثل ما تحدثوا بعض وسائل الاعلام، اريد نطمئن على صحته. ابو الحسن شكرا على حسن ظنك. ابو الحسن تركته قبل نص ساعه، هو منتفع بالساتر الاول والاخوه ارادوا منعه لكنه مصر على الحضور حقيقه. ولذلك ايضا الاخ الفريق رائد قائد الشرطه ايضا موجود تركته. والحج ابو حسن بخير، والان هو غدا ان شاء الله سيكون في العلن، وهو الذي ان شاء الله في تكريت يرفع العلن ان شاء الله ونحن معكم. والاستاذ ايضا تحياتي للسيد النائب مشعان الجبوري، هذا الرجل الحقيقه الشهم، وتحيه له قولي له ابنائكم من الجبور والعلم يقاتلون معنا وهم ابطال صلابين. شكرا جزيلا. اكيد هذا اليوم استاذ كريم نوري كل الجهود الوطنيه تقف وقفة وحدة حتى تحرر مناطقنا وياكم، والله وياكم إن شاء الله. لكن خلونا نشوف وزير الدفاع وهو بالعلم. والله يعني حقيقة الانتصارات واضحة جدا، يعني أنت من تصل إلى هيك منطقة خطوط أمامية متقدمة وتلاحظ هاي المعنويات العالية والإصرار على القتال، يعني أريد من عندهم المزيد من الإصرار والصبر من أجل القضاء على هؤلاء الإرهابيين. هذا التسجيل ليس بالعلم، هذا مراسلنا. هسه مراسلكم يريد يسوي وزير الدفاع بالعلم ويضحك على العلم؟ هي مش لا، انت احكي لنا الحقائق، نحن نريد الحقائق منك. تفضل. وزير الدفاع لم يصل العلم، وزير الدفاع ذهب الى قياده عمليات سامراء وبقى في اطار قياده عمليات سامراء، وعمليات صلاح الدين موجوده في البقار، وانا انا ابني موجود في المقر الان في هذه اللحظه يزن، يعني هناك في مدينة تكريت في مقر قيادة العمليات في مدينة تكريت، تركته لأني عندي استجواب صالح المطلب عقب باشر. فلذلك اضطررت إلى أن أتي إلى بغداد. نحن في المعركة وهناك تقصير من وزارة الدفاع في توفير المستلزمات اللوجستية للجيش. مستلزمات الحشد الشعبي يعني متوفرة. رسالة الوزير الدفاع بهذا البرنامج اليوم، انطينا رسالة والوزير إن شاء الله يسمعك. إذا وزير حتى أنا نائب في البرلمان وأقول للوزير الدفاع أنت لم تذهب، وأقول أنتم مقصرون في توفير المستلزمات، وذهبت إلى قواتكم العسكرية في السواتر الأمامية ترسلوا لهم 2000 طلقة بي كي سي، وترسلوا لهم 1000 طلقة لبنادق تطلق 500 طلقة بالدقيقة، هذا كلام معيب وغير مقبول وسنتحاسب عليه بعد المعركة. أنا لا أريد أن أقول وين وكيف حتى لا أؤثر على الوضع العام. نعم. ولكن هناك تقصير عليه أن يروح أن يتفقد قواته في السواتر الأمامية. نعم. الذين أنت تقصد تقصير مقصود؟ أنا ما أقول تقصير مقصود، أنا أقول يعني البيروقراطية وبقايا الفشل لا زالوا موجودين، و
الكل مقصر في توفير مستلزمات الرجال الموجودين على السواتر في مواجهة داعش. نعم. وأحذر من هذا المكان وخاصة في بيدي. لكن أريد أعرف قبل ما أنتقل إلى دكتور وهاب، أريد أعرف أكو نواب أو أكو سياسيين من هذه المحافظة تخاذلوا يعني وما ذهبوا مع الحاج الشعبي لتطهير مناطقهم أو مدينتهم؟ أنا لا أستطيع أن أتهم زملائي، بس ما شفت أحد بتكريت ولا بيجي. لم يذهب أحد، لم أرى أحد في بيجي وتكريت. المحافظ يذهب إلى هناك حسب علمي، وحيث ذهبت كانوا يقولون قد جاء، وهذه يعني شهادة إنصاف له رائد الجبوري. نعم. ولكن وأحمد الكريم يزور بعض المناطق، ولكن لم يذهب إلى السواتر الأمامية حيث ذهبنا، وخاصة يعني في قاطع عمل يعني لا كان يتواجد يعني في قاطع الضلوعية كثيرا، ولكني لم لكن لكنه لم يذهب إلى السواتر الأمامية في بيجي. تقول في بيجي بس أنت ذهبت؟ أنا ذهبت نعم. وأنا يعني بس أنت النائب الوحيد اللي ذهبت هنا؟ أنا النائب الوحيد الذي ذهب إلى ساحة المعركة، وأبقيت ابني مقاتلا مع الحشد الشعبي، وسيكون مع قوات الصولة إلى مدينة تكريت، وسيكون مع رافعي العلم على مدينة تكريت، وهذا عهد مني. إن لم يستشهد سيكون من رافعي العلم، لأن الذين سيرفعون العلم هم القادمين من الجهة الغربية وليس الإخوان الموجودين في الضفة الأخرى من النهر. العمليات مقسمة، الإخوان نعم. الموجودين الآن في قاطع العلم نعم. وقاطع البوعجيل مهمتهم نعم. تنهي في إحكام نعم. الجسر نعم. أما القوات نعم. الموجودة في غرب دجلة وابني معهم يزن، هي القوات التي ستدخل نعم. تكريت وترفع نعم. إن شاء الله العلم إن شاء الله العلم يرفع، فإن لم يستشهد الله يحفظه إن شاء الله صحة صحة وسلامة وعافية، وإن شاء الله يرفع العلم مع أخوته بالحج الشعبي. لكن دكتور وهاب خلينا نتحدث عن تسليح أبناء الحج الشعبي، مثل ما تكلم السيد النائب مشعان الجبوري، من أين يأتي هذا التسليح؟ يعني تسليح يقول متطور، ويقول وزارة الدفاع مقصرة في تسليح أبناء الحج الشعبي أو قوات الجيش اللي تقاتل هناك. يعني تشخيص موضوعي وعملي جدا وليس فيه مبالغة، وأنا موجود وابن هذه المؤسسات نعم. وخبير بها. تسليح الحج الشعبي تقني عالي جدا نعم. لأول مرة نستخدم تقنيات سواء على مستوى تحديد الأهداف من خلال نعم. إطلاق صواريخ المدفعية. من وين عيجي هذا التسليح؟ يعني ليش التسليح ما نسلح الجيش؟ أنا يعني؟ بس الملاحظة. لا خلي بس هناك ورشة لأول مرة لصناعة الصواريخ في تكريت. نعم. الحشد الشعبي نعم. يصنع صواريخ. خلي كمل بس قصدي هذه الفقرة نسيت. هذه الأسلحة اشتراها الحشد الشعبي من خلال طرق عديدة. نعم. ومن يريد سلاح اليوم سيجدهم موجودا نعم. إذا صدقت النوايا. نعم. إذا تريد أن تحرر أرضك نعم. السلاح متوفر. يعني هذا اليوم الحكومة تدفع حتى تسلح أبناء الحشد الشعبي حتى نحرر مناطقنا. لا أقول لا الحكومة لا الحكومة أنطت الحشد الشعبي وأنطت الجيش. الحشد الشعبي اشترى سلاح وجيش. لكن نفسه. لكن أنت تحدثت إنه الجيش ما وزارة الدفاع. ما ينطون. الحشد الشعبي هو. خسر وزارة الدفاع. ليش ما ينطون؟ بعدهم كل شيء. سأليهم ليش؟ أنت تقول الحكومة قسمتها بين الدفاع وبين. الفلوس وزعت على الجيش وعلى الحشد الشعبي. باعتبار عندي معلومة على هاي. في الميزانية خصصنا فلوس بالحشد الشعبي ولا الجيش. البيروقراطية خلي يحكي عنها في وزارة الدفاع حالة دون توفر سلاح. خلي تفضل استاذ. بيروقراطية عقيمة جدا، سلسلة مراجع تمر بها حتى تصل الرصاصة إلى المقاتل, المقاتل في الساتر الأمامي. بالحشد الشعبي هناك تلقائية وهناك ثقة عالية نعم. في إعطاء السلاح، يعلمون هذا السلاح سيذهب لمقاتلة داعش نعم. ولن يسرق أو يباع نعم. كما كان يحصل نعم. في الجيش. ما الذي دمر الجيش؟ الفساد كان مستشري بشكل نعم. كبير نعم. بصراحة. لهذا نجد أن الأخوة في قيادات الحشد الشعبي وإلى المقاتلين حتى في موضوع الشهادة، أنا اليوم كنت أزور أكثر من مجلس عزاء لشهداء نعم. كانوا يقولون هنونا ولا تعزونا نعم. يتفاخرون أنهم شهداء نعم. فهناك فرق كبير بمستوى التسليح، هم الذين سلحوا والمعنويات نعم. عالية نعم. جدا. وهذا اليوم إذا نشاهد المواقع الفيسبوك والمواقع الإلكترونية اللي موجودة، هناك حملة كبيرة من أبناء الشعب كله بالإجماع دعم. على نعم. دعم الحج الشعبي ودعم قواتنا الأمنية. يعني هذا شيء كلش مفرح. اليوم الحج الشعبي يعني هم العراقيين، كل العراقيين بصراحة ويقول أني أنزل قاتل. بصراحة كل العراقيين اليوم قاتلوا، أسقطوا حتى نظرية الفتنة. هم اليوم في تكريت ليس فقط أسقطوا داعش ميدانيا، أسقطوها فكريا، وحتى لا مستقبل لهؤلاء الطائفين أو من يتحدث من هنا وهناك في الغرف والفنادق الفارهة. اليوم الميدان هو الحاكم وهو الفيصل، وأبناء العشائر حتى ممن غرر بهم أو ظلوا يوم أمس 55 واحد من داعش سلموا أنفسهم نعم. وهذا موضوع واضح نعم. ومعروف جدا. انتبهوا، هذه المعركة حدثت بها حالة لأول مرة تحصل نعم. في مقاتلي داعش، انتحاريين يسلمون أنفسهم نعم. أبو تفجير أنفسهم نعم. هناك خوف حين انهزمت القيادات نعم. نعم. هناك خوف. لك
لكن خليني أسأل النائب مشعان جبوري. أستاذ مشعان، العشائر اللي شاركت ويا داعش شلون راح يكون مصيرها؟ اللي ما سلمت نفسها وطبقت تقاتل لهذا اليوم ويا داعش. خليني شوي أعرج على ما قال الدكتور. أولا أنا الأخ أبو مهدي المهندس قائد الحشد الشعبي أو القائد الميداني للحشد الشعبي أخر اقتحام تكريت عندما كانت الطائرات تقول هناك مدنيين في المدينة. نعم. وعندما وصلنا إلى قناعة أن المدينة أخليت من المدنيين، بدأ الشروع الفعلي في عمليات القصف لتحرير المدينة، وطلب من عندي أن أظهر بالتلفزيون وأدعو المدنيين للمغادرة. نعم. طلب مني وأنا لم أظهر، خفت. نعم. يعني خفت من سوء التفسير وخفت من البيئة الناخبة بصراحة. نعم. وقال لي أرجوك أظهر بالتلفزيون وقل لهم، أخطر من هذا، الدواعش الذين لم يذبحوا ويرتكبوا جرائم قتل ويريدون أن يسلموا أنفسهم سنعفو عنهم. نعم. فليأتوا. وأيضا لم أخرج في التلفزيون، والآن أقول ولأول مرة هذا العرض قائم لهذا اليوم. نعم، وهذا العرض أكرره الآن، من يريد لم يذبح ويريد أن يسلم نفسه، الدولة رحومة والحشد الشعبي رحيم، وسندافع. نعم. عنه، وأفضل. نعم. له أن لكن ينتحر لكن أو يموت مع هؤلاء البشر. لكن أستاذ مشعان، البعض قال أنه داعش طلبت هدنة. أولا داعش منظمة إجرامية تطلب هدنة منه، هم لا. عصابات إجرامية. نعم. سنطاردهم إلى جحورهم حيث يذهبون. لكن في حال إذا طلبت هدنة. اسمح لي بس بهذه المداخلة هالمرة أنا أدافع. نعم. يلا. نعم. معلومات استخبارية تقول أنه وزير الدفاع التركي حمل هذا الطلب. نعم. وراد هدنة 36 ساعة لإخراج داعش بأمان من تكريت. هذا كلام أكيد؟ هذه تسريبات استخبارية. نعم. تفضل. أنا ليس عندي هذه المعلومات. هذه استخبارات ستسمعون بهذا الحديث من أكثر من فضائية. نعم. خلال بكرة وبعد بكرة. نعم. لعله. نعم. الخبر بعده لم يظهر. نعم. إلى الإعلام. هدنة يعني طلب رسميا من هذه ما سربته المعلومات. نعم. الاستخبارية. نعم. طلب رسميا هدنة لإخراج داعش من تكريت بأمان، ورفض هذا الطلب والمعركة مستمرة للتحرير. أنا أقترح. نعم. عليك أن تستضيفي. نعم. وزير الدفاع. نعم. باشر. إن شاء الله. باشر. إن شاء الله. تسألي على اثنين. قولي لقواتك مقصر معها الدفاع. لماذا لم تذهب إلى تكريت؟ هل صحيح وزير الدفاع التركي قدم لك هذه المبادرة؟ نتمنى أن توضح. نعم. لنا. نعم. نتمنى أن يوضح للعالم. نعم. هذه. نعم. الحقائق. نعم. إن شاء الله يكون ضيفنا ويوضح أيضا كل اللي تحدثنا به، حتى المواطن العراقي هذا اليوم يعرف. هذا اليوم الكل مسؤول على صلاح الدين، الكل لازم يقاتل، الكل لازم يلبس بدلات عسكرية وينزل يقاتل. بعد ما نحتاج تصريحات إعلامية وقاعدين خارج المحافظة. لكن ما تحدثت لي عن شيوخ العشائر اللي بعدها لهذا اليوم تقاتل. يعني البعض يقول هناك بعض الشيوخ. أولاً كلهم. لم لا أعتقد أبداً إن يعني انتهى بعد. كلهم رجعوا. لا مو رجعوا، تركوا المحافظة وذهبوا إلى أربيل أو إلى. نعم. بغداد أو إلى مناطق أخرى، كل السكان برأيي. نعم. الشخصي. نعم. ده أتكلم عن قاطع تكريت. نعم. مناطق شرقاط وبيجي الناس موجودة. نعم. وسنحررها بطريقة ستفاجئ الدواعش أيضا. نعم. ولكن إن شاء الله دا أتكلم عن عن, عن عن تكريت وعن العلم وعن البوعجي. نعم. قناعتي لا يوجد إلا الدواعش. وشفت بالطائرة. نعم. السيد البطل الفريق الساعدي عبد الوهاب كان في الطائرة، هو والنائب أحمد الأسدي فوق العلم. نعم. وصوروا كل الشوارع. الشوارع كان البعض الناس من قبل 3 أيام. نعم. أو أول البارحة يلمون بغراضهم ويركضون مستعجل الناس ده تغادر. نعم. يعني بحيث يروح على السيارة يحط الغراض يرجع ركض. نعم. على داخل البيت ويشيل الغراض. إن شاء الله بعد صلاح الدين الموصل. احنا نقول من يستطيع أن يأتي إلينا أو يذهب إلى مكانات آمنة وأن لا يقاتل فسيجد أن هذه الدولة رحومة. أما الدواعش القادمين من بقاع الأرض أو الذين لدينا أسماءهم ومن تورطوا بجريمة سبايكر، أنا. نعم. قناعتي سنأتي بعضهم أحياء لأن بعضهم في مدينة تكريت. نعم. الآن مع إحكام الجسر موجودين بعضهم موجودين في مدينة تكريت. نعم. قتلها. نعم. مع إحكام الجسر ونحن من 3 اتجاهات انتهت تكريت. ربما سنحصل على بعضهم أحياء. نعم. بإذن الله. وعملية تحرير تكريت. نعم. لم قصدي قضية ساعات. نعم. يعني إن شاء الله. ربما أرجع أقول يعيق إذا ما شوهدت عوائل أو أطفال. تماما. هنا أو هناك. فالقيادة الميدانية لا تريد أن توجه النار للناس. أنا وجدت ناس رحومين. داعش تقطع رؤوس العالم. نعم. داعش. نعم. تقتل. نعم. داعش. نعم. تذبح. نعم. وجدت. نعم. حشد شعبي رحوم مع الناس. أستاذ دكتور أريد نعرف أنه شنو رأي القوات الأمريكية يعني في هذه المعركة. نحن شفنا أن القوات الأمريكية انسحبت يعني أو ما شاركت بهذه المعركة وأيضا أشادت بدور الحج الشعبي. نعم. ليس لها علاقة في هذه المعركة إطلاقا، لا بالجو ولا بالمعلومات حتى ولا على البر. هذه. نعم. المعركة عراقية بامتياز. نعم. جوا وبرا. نعم. بصراحة
التصريحات تصدر من هنا وهناك، رأوا الضبط في ضبط النار وعدم مس المدنيين. يعني دكتور، هل هناك علاقة يعني مع الجانب الإيراني يعني حول الملف النووي؟ يعني الملفات بين أمريكا وإيران كثيرة وكبيرة وتشمل المنطقة كلها. المعركة اليوم باختصار، المعركة اليوم في صلاح الدين معركة عليها توافق إقليمي ودولي وكذلك وطني. المعركة اليوم بالكامل مع من هم موجودين اليوم في قطع العمليات من المقاتلين ومن الأخوة الضباط وقيادات الحشد الشعبي، المعركة عراقية بامتياز. وهذا الرأي الأمريكي نعم جيد وكلام ممتاز جدا عن الحشد الشعبي وعن المقاتلين، وهذا ما نتمنى. لا نريد بقاء لداعش. بالمناسبة تكريت هي كسر ظهر داعش بالكامل وصولا إلى قطع الرأس في نينوى إن شاء الله. لكن تساؤلات كثيرة من بعض المواطنين يقولون هل حدود الحشد الشعبي هي فقط صلاح الدين؟ كل شبر في العراق مقتصب من قبل داعش سيذهب له الحشد الشعبي. حتى المناطق المختلطة التي قال البعض إنها رسمت بها. أبداً. لا، اليوم الخارطة العراقية هي خارطة الدم العراقي بالكامل. لا نميز بين هذا وهذا. سنذهب إلى آخر شبر إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ مشعان الجبوري، الوقت يسعفني، بأقل من دقيقة كلمة فقط لأن وقت ما ضل. النصر قادم وداعش ستصبح في خبركان، ومن راهنوا على الطائفية والتقسيم وتدمير العراق بئس ما فعلوا وفشلوا. والعراق سينتصر والشعب موحد. إن شاء الله. وأخوان سنة وشيعة وهذا الوطن من بيعه إن شاء الله. يريد في الختام، مشاهدينا، اليوم وقف الحق كله بوجه الباطل. اليوم الصوت الشجاع صوت المواجهين بالبنادق، لا صوت المهزومين بالفنادق. اليوم يوم المصالحة الحقيقية، ليس بين السياسيين والكتل السياسية، بل مصالحة امتزاج الدم بالدم دفاعا عن الوطن. اليوم يوم القصاص لظلم السبايا من أهلنا ودماء شهداء سبايكر والبونمر وكل شهداء الوطن. اليوم الحقيقة بلا تجميل بلا هتافات، الأبطال أبطال الميادين، خط الفوز بالدماء لا بلافتات وأحاديث الفتنة من خلف صبات المنطقة المحصنة البعيدة عن المجابهة. اليوم تنتفض الشهامة وانزف قوافل من الشهداء في قمة الشباب، ذهبوا للدفاع عن الوطن لا عن منصب لا عن كتلة، في حين البعض ما زال يجلب حطب الفتنة، ما زال يسعى للحقد والعدوانية. لعنة الله على كل من باع الوطن، ولعنة الله على كل من عاش على الفتنة. وأنتم أيها الأبطال المدافعين، عن وجود الوطن، أقبل أقدامكم الثابتة على الحق، وهيهات من الذين لبسوا عباءة الدفاع عن الوطن. كذب هدفهم المزيد من الضحايا وإشعال الفتنة. كلمة قبل الختام نقولها، نقول الكل إلى زوال والعراق باقي بسواعد وتضحيات أبنائه، وليعلم أي عدو أن الوحدة الوطنية بين العراقيين هي خط أحمر لا يمكن المساس به، شكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.